أنا نور الدين من ألمانيا وفيديوهاتنا بكل الألوان. واليوم أطيب كوبا كيتونية مقلية راح تذوقوها بحياتكم وصحتين. والكوبا اللبنية الكيتونية أطيب شيء راح تأكلوه بشهر رمضان وصحتين وألف هنا. نص كيلو لحمة ناعمة، بصلة صغيرة، 100 جرام طحين أو دقيق اللوز، 50 جرام جوز، 50 جرام من طحين مخلوط الكتان، بذور الكتان والشيا، اللي ما عنده أي واحد يستخدم ما في مشكلة، 100 جرام طحين بذور اليقطين، نصف كوب ماء بارد، ملعقتين كبار بذور عفوا قشور السليوم، سليوم هاسك، رشة سماق، رشة هيل مطحون، رشة قرفة، ملح، كزبرة، فلفل أسود، بهارات مشكلة. توفر أو مو قوي حطوها بمحضرة الطعام الفود بروسيسور وطحنوها بشكل ممتاز جدا لحتى تتشكل عجينة الكوبا. التحضير، هاي اللحمة مستوية ونحن لحمة ناعمة مستوية وجاهزة، يعني محمرة مع البصل وشوية توابل اللي تحبوها. يعني باخذ منها هيك دائرة، كورها بشكل كرة جيد، وامسكها براحة اليد، وبعدين بإصبعي بسوي فيها فتحة صغيرة لحتى تكبر الفتحة ونحشيها بالطريقة الصحيحة. هيك صارت جاهزة. هلا الحشوة كمان ادخلها مع كثر، ما اخليها مضغوطة كثير، بس الكبة هيك شكل قرص الكبة النظامي. ونكمل هيك بقية الكمية كلها. عندي زيت زيتون وزيت الافوكادو وسمنة وشوية زبدة كمان، سويت خليط، هنزل فيهم الكوبايات. الحرارة مو كثير حارة، يعني متوسطة. هلا الكوبا تبعها على النار، بدنا نجهز اللبن تبعها او اللبنية تبعها. بدي كوب من مرقة الدجاج، واضيف عليه شوي لبن يوناني كمان بمقدار كوب. نحركهم شوي على نار هادية. نزل طحين اللوز أو دقيق اللوز ملعقتين كبار، كزبرة، ملح، ثوم بودرة، وفلفل أبيض. أستمر بالتحريك على نار هادية لحتى كل المكونات تذوب مع بعض. هذا صار جاهز صلصة اللبن. هلا انزل الكوبايات باللبن. اخليهم يعني 10 دقائق ربع ساعة لحتى يتشربوا النكهة تماما تماما على نار هادية جدا.